السلام عليكم، معكم محمد قنديل وحلقة جديدة من لسعة قنديل. ما ظنش ان احنا قدرنا ننسى تعامل الاعلام الاخواني والقطري والتركي مع ظاهرة الصراصير اللي ظهرت في الحرم. معتز مطر وكالعادة اوعز الموضوع انه ده غضب من عند ربنا، الغضب على السعودية وعلى حكام السعودية، وانه سيد قطب منظر جماعة الاخوان اتنبأ بالموضوع ده. الاخوان جه عصمت الليمة وعلى نفس المنهج، استغل الحدث واولوا على انه غضب من ربنا سبحانه وتعالى على السعودية، وعشرات بل مئات وربما الاف الفيديوهات الممولة من المال القطري القذر نشرت الخبر على انه إما أنه يكون غضب من الله سبحانه وتعالى على الأسرة الحاكمة في السعودية أو على دولة السعودية، أو أنه تقصير في نظافة الحرم. وفي كل الحالات قالوا أنه حكام السعودية هم السبب في هذا البلاء العظيم، مع العلم أن الظاهرة اللي حصلت دي تم التعامل معها باحترافية شديدة جدا وتم القضاء عليها في 48 ساعة ويمكن أقل. طيب، في تقارير وأخبار متواترة بتؤكد انتشار غير طبيعي لمرض الجرب جوه الدولة التركية وخصوصا في اسطنبول. تلقت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية عن شهادات بعض السياح الخليجيين اللي كانوا موجودين في تركيا وتحديدا في اسطنبول في الفترة اللي فاتت دي ورجعوا منها ولاحظوا أعراض الحكة في جسمهم. جمعيات وهيئات طبية في تركيا بتتكلم عن نفس الموضوع، مواقع إخبارية تانية بتتكلم برضو عن نفس الموضوع. أنا هنا بقى لازم أسأل عن نفس الإعلام، إعلام جماعة الإخوان والإعلام القطري والإعلام التركي والإعلام اللي داير في فلكهم سواء كان رسمي أو غير رسمي، اللي فاهم الناس إن الصراصير اللي كانت في الحرم دي عبارة عن غضب من ربنا أو على الأقل قلة نظافة، مع إن العالم كله عارف إزاي المملكة العربية السعودية قايمة على نظافة الحرمين الشريفين. المهم إن اللي حصل في مكة بتتحمله السعودية. أنا بقى بسألهم عن رأيهم في مرضى الجرب اللي بينتشر في تركيا وتحديدا في اسطنبول. وعلشان نكون صريحين وواضحين، القصد من كلامي مش الشماتة أو ما شابه إطلاقا. نسأل الله أن يحفظ الجميع، وبتمنى للشعب التركي السلامة وإنه يتم السيطرة على الأمر وإن الموضوع يكون موضوع عارض مش أكتر. أنا بتكلم على التعاطي الإعلامي للموضوع من قبل القنوات الإخوانية والقطرية والتركية، الإعلام اللي استغل صراصير الحرم لصالح أجندة سياسية. يعني هل مثلا معتز مطر يجرؤ يطلع ويقول ان موضوع الجرب اللي داير في تركيا ده هو موضوع غضب من ربنا او على الاقل قله نظافه من الاتراك، يجرؤ يقول ان اردوغان سايب تركيا في ازمه صحيه وراح يحضر العمليات عسكريه واعتداءات عسكريه على الجيش الوطني الليبي؟ يا مشايخ الاخوان، يا مهللي ومطبلي اردوغان، وجدي غنيم وعصمت الليمه ومحمد الصغير وسلامه عبد القوي، فينك يا صابر يا مشهور يا اللي ربطت شرف مراتك بانهيار الليغه التركيه؟ فينكم من الموضوع ده؟ ولا جالكم جرب انتوا كمان واستخبيتوا ومش هتطلعوا على الناس؟ ولا بس في الحين تقولوا صراصير الحرم على انها غضب من ربنا؟ كل ده لان السعودية رفضت ان هي تتخلى عن مصر، وكفاية لسع لحد كده. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.